ثم فصل، وهذا الفصل لبيان اختلاف المتعاقدين بعد اختلافهما من يصدق، هذا الذي يبين في هذا الفصل، فصل في اختلاف المتعاقدين، فصل في اختلاف المتعاقدين. فإذا الذي اختلفا ثم يمكن لعهدهما بينة أو لا يكون لعهدهما بينة أو لهما بينة، فإذا لو كان لعهدهما فقط بينة فيحكم بهذه البينة، ثم لو لم يكن لعهدهما بينة ماذا يفعل؟ ما هو الحل؟ أو لو كان لهما بينة متعارضتان فهذا الذي يبين في هذا الفصل، فصل في اختلاف المتعاقدين. متعاقدان يعني حقيقة أو حكما، لماذا؟ إما يكون هذا بين الوكيلين أيضا حقيقة أو حكما، لأن الوكيلين والوارثين ليسا متعاقدين حقيقة، ومع ذلك يثبت الاختلاف بينهما أيضا. ثم ولو اختلف متعاقدين ولو وكيلين أو وارثين، هكذا اختلف وكيلان أو أحدهما وكيل والآخر يعني عاقد يعني حقيقي، هكذا أو وارث أحدهما والآخر فيما اختلف في صفة عقد، عقد معاولة في صفة عقد معاولة فيه عوض كبيع وسلم وقرل وإجارة وصداق، كل هذا عقد معاولة في صفته اختلفا، والحال أنه قد صح العقد باتفاقهما أو يمين البائع. فإذا هذا متى يكون اختلاف في الصفة؟ بعد اتفاقهما في صحة العقد، وهما يقولان صح العقد، لكن كيف صح؟ هذا هو اختلاف في صفة فقط ليس في أصل العقد. هذا لو كان الاختلاف في صحة أصل العقد سيأتي ماذا حكمه. فإذا هنا صحة العقد إما يكون باتفاقهما أو يمين البائع، يمين البائع يعني هما اختلفا في صحة العقد، ومع ذلك يعني بيمين البائع صح العقد هكذا. ثم كقدر، كقدر عوض، صفة العقد ما هو؟ كقدر عوض من نحو مبيع أو ثمن. فإذا قدر المبيع اختلف فيه أو قدر الثمن كم ساعة الثمن أو كم كان المبيع أو جنسه أو جنس العوض، جنس العوض أيضا صفته أو صفته صفة العوض، أو أجل أو قدره، أو اختلف في أجل معناه أحدهما يدعي أن العقد كان مؤجلا والآخر يدعي كان حالا، هذا في الأجل. ثم قدره يعني أحدهما يدعي كان الأجل لستة أشهر والآخر قال لسنة، هكذا. نعم. ولا بينة لأحدهما بعد ذلك، ليس لهما بينة على دعواهما بمدعاه، بينة بمدعاه ليس، أو كان لكل منهما بينة ولكن قد تعارضتا، يعني كل واحد منهما أتى ببينة شاهد لكن بينهما تعارض، كيف التعارض؟ بأن تلقتا يعني البينة الشاهد لهما لا يؤرخان لا يذكران تاريخا، فإذا بقي هذا التخالف، يعني الاختلاف بقي. أو أتلقت إحداهما وأرخت الأخرى، عندئذ يبقى يعني الاختلاف يبقى. أو أرختا بتاريخ واحد، أرختا بتاريخ واحد،
وإلا حكم بمقدمة التاريخ. إذن لو أرخى بتاريخين إلا معناه أي لم يرخى بتاريخ واحد بل أرخت بتاريخين محقق مختلفين. فإذن يحكم بمقدمة التاريخ يعني بالبينة التي تقدم التاريخ لا تؤخر. حلف كل منهما وحلف كل منهما يمينا واحدة. عندئذ كل واحد منهما يحلفان يمينا واحدة. يعني القاضي الحاكم يطلب منهما أن يحلف على دعواه على دعواه. فإذا لو حلف أحدهما فقط والآخر قد تخلف فإذا يثبت دعوى هذا الحالف. لكن هنا حلف كلاهما فإذا ماذا يكون؟ هذا الذي يبين بعده. حلف كل منهما يمينا واحدة ثم كم يمينا؟ حلفا واحدا أو حلفين فيه خلاف. مصنف ذكر حلفا واحدا تجمع نفيا لقول صاحبه وإثباتا لقوله. ينبغي أن يكون هذا الحلف هذا اليمين جامعة لأمرين نفيا وإثباتا. ماذا تنفي؟ تنفي لقول صاحبه يعني لدعوى صاحبي وتثبت دعواه هكذا. فيقول البائع مثلا ما بعت بكذا ولقد بعت بكذا هكذا. أولا نفي ثم إثبات. فيقول المشتري ما اشتريت بكذا ولقد اشتريت بكذا. فإذا المنفي الأول في صورتين هو دعوى صاحبه. نعم هذا هو المنفي فيه لأن كلا مدع ومدعى عليه. لماذا ينفي ثم يثبت؟ لأن البائع ولأن المشتري كلاهما مدع يعني هو يدعي أنا بعت بكذا والمشتري يقول أنا اشتريت بكذا. وكذلك مدعى عليه يعني البائع يدعى عليه المشتري بأنه باع بكذا. فإذا هذا بائع يدعي أنه باع بألف مشتري يدعي أنه اشترى بثمانمائة فقط. فإذن عندما يدعي المشتري أنه اشترى بثمانمائة هذا دعواه. وكذلك وهو يدعي بهذا على البائع نعم صار مدعا عليه يعني كأنه يدعي أنه باع بثمانمائة واشترى بثمانمائة معناه أنه باع البائع باع بثمانمائة صار مدعا عليه. نعم كذلك على العكس عندما يدعي أنه باع بألف هذا دعواه. ومع ذلك أنه كأنه يدعي أنه اشترى بألف صار المشتري مدعا عليه ما يقدم عليه دعوة. واللوجه عدم الاكتفاء بما ما بعت إلا بكذا. هل يكفي هذا؟ يعني في هذه الصيغة يوجد النفي والإثبات لكن النفي صريحا والإثبات مفهوما. هذا لا يكفي بل ينبغي أن يكون النفي والإثبات كلاهما صريحين. نعم هذا مقام الدعوة ينبغي أن يكون صريحا. لذلك ما بعت إلا بكذا لأن النفي فيه صريح والإثبات مفهوم. نعم فإن رضي أحدهما بدون ما ادعاه أو سمح للآخر بما ادعاه لزم العقد ولا رجوع. هكذا حلف كل منهما أو بدون حلف هكذا أولا ادعى ثم عندما طلب الحاكم أن يحلف كل واحد منهما ماذا فعل؟ رضي أحدهما بدون ما ادعاه وترك أو سمح للآخر بما ادعاه لزم العقد عقد لازما فإذا يعمل بمقتضى هذا العقد اللازم ولا رجوع. بعد الرضا هل يجوز الرجوع عن هذا الاعتراف عن هذا
السماح أو هذا الرضا لا يجوز له الرجوع. لو رضي تم الأمر ثم أو لو سمح تم، بعد ذلك لا يجوز له الرجوع عن هذا الرضا أو عن هذا السماح. ثم فإن أصر هكذا حلف كل واحد منهما ثم يصران على الاختلاف فلكل منهما أبي الحاكم فسخه. فإذا ليس هناك طريق للحل لهذا الاختلاف إلا فسخ العقد يفسخان. فإذا أولا هكذا تخاصم ادعى ثم أخيرا وصل إلى حلف كل واحد منهما حلفا. فإذا إما أحدهما نعم يفسخ أو الحاكم يفسخ أو الحاكم فسخه لكل وصفه أي العقدنا. وإن لم يسأله هل يجب طلب اثنين طلبهما للحاكم أن يفسخه؟ لا حاجة إلى طلبهما، بدون ذلك يستقل الحاكم بفسخه. لماذا؟ قطعا للنزاع ليس هناك طريق آخر، ولا يجب الفورية هنا. هل يجب هنا الفسخ بالفور؟ لا يجب. ثم بعد الفسخ يرد المبيع بزيادته المتصلة هكذا. لو فسخ المبيع لو كان في يد المشتري وهو يرد، كيف يرد؟ بزيادته المتصلة يرد. المتصلة يعني سمن كذا كذا، أما المنفصلة لا يرد. منفصلة قبل الفسخ ولو قبل القبض، لأن الفسخ يرفع العقد من حينه. لماذا لا يرد المنفصلة؟ الفسخ يرفع العقد من حينه، يعني من حين الفسخ فقط لا من أصله. لو كان رافعا الفسخ العقد من أصله كان ينبغي أن يرد الزيادات المنفصلة أيضا، لكن وهنا الفسخ يرفع العقد من حين الفسخ فقط، لأجل ذلك لا يجب رد زيادة منفصلة، مثلا ولد أو يعني لبن وهكذا أو صوف قطع هكذا. فإن تلف حسا أو شرعا كان وقفه أو باعه رد مثله. نعم، المبيع تلف حسا تلف أو شرعا تلف، كيف هذا التلف الشرعي؟ مثاله هذا وقفه أو باعه لآخر رد مثله إن كان مثليا أو قيمته، يعني رد قيمته إن كان متقبما. ويرد على البائع قيمة عابق فسخ العقد وهو عابق من عند المشتري، والظاهر اعتبارها بيوم الهرب. يرد على البائع قيمة عابق. هكذا لو كان هذا الفسخ هذا العقد الذي اختلف كان بائع عبد، ثم هذا قبل المشتري هذا العبد، بعد ذلك من عند المشتري هو أبقى هربا. فإذا يجب على المشتري رد القيمة على البائع، يرد على البائع نعم قيمة عابق فسخ العقد وهو عابق من أين أبقى؟ من عند المشتري، والظاهر اعتبار. ثم هذه القيمة تعتبر متى؟ بيوم الهربين. فلو ادعى أحدهما بيئا والآخر رهنا وهذا معترض قوله اختلف متعاقدان في صفة عقد. فإذا لم يختلفا في صفة عقد بل اختلفا في نوع عقد. ما هو العقد؟ هل كان بيئا أو رهنا أو هبة؟ هكذا اختلفا. ادعى أحدهما بيئا والآخر رهنا أو هبة، كأن قال أحدهما بعتكه بألف فقال الآخر بل رهنتنيه، أنت عتيتني رهنا ثم بألف
فإذا عندما يرد الألفة وهو يرد هذا الشيء لأنه كان رهنا أو أهبتنيه، هو قال يعني هذا أهبتم بعبد وأعطاه ألف هبة والآخر أعطى هذا الشيء هبة فلا تحالفا. إذ لم يتفق على عقد واحد بل حلف كل منهما للآخر نفيا. أولا قال لا تحالف ثم قال حلف كل منهما، فإذا هذا يشير إلى فرق بين قولهم تحالف والحلف. في التحالف يكون نفي وإثبات هذا الذي سبق، لو كان الحلف شاملا على نفي وإثبات صريحين يعبرون بالتحالف، أما لو عبروا بالحلف فيكون فيه أحدهما، هنا يكون النفي فقط. هذا الذي قال حلف كل منهما للآخر نفيا أي يمينا نافية لدعوى الآخر لأن الأصل عدمه يعني عدم دعوى الآخر، هذا هو الأصل. ثم يرد مدعي البيع الألفاء، بعد ذلك يرد مدعي البيع الألفاء لأنه مقر بها، يعني هو أخذ الألفاء ودعا البيع، فإذن وهو يرد هذا الألفاء. ويسترد العين بزوائدها المتصلة، البائع يعني مدعي البيع يسترد العين أيضا يأخذ ردا بزوائدها المتصلة والمنفصلة، هنا يرد بالمنفصلة أيضا. نعم ليس هناك فسخ العقد لأجل ذلك، لو كان فسخ لا يرد المنفصلة. هناك كتب يتردد النظر في حل أخذ الزوائد باطنا لأنه يعتقد أنه ملك الآخر ولعل الأقرب عدم الحل. ثم وإذا اختلف العاقدان فادعى أحدهما اشتمال العقد على مفسد من إخلال ركن أو شرط، وهذا أيضا من محترز ذلك القول يعني صفة عقد، هنا يعني لم يتفق على صحة العقد بل أحدهما يدعي فساد العقد والآخر يدعي صحة العقد، فإذا كلاهما اتفق على نوع العقد ما هو، يعني كلاهما يقولان بيع أو هبة وهكذا، ومع ذلك ادعى أحدهما فساده والآخر صحته هكذا. وإذا اختلف العقدان فادعى أحدهما اشتمال العقد على مفسد من خلال ركن أو شرط، كان ادعى أحدهما رؤيته وأنكرها الآخر هكذا، حلف مدعي صحة لعقد الذي يدعي صحة العقد هو الذي يحلف، حلف غالبا وهو يحلف غالبا، يعني هناك في محترز هذا الغالب أو في مقابلة هذا الغالب في بعض الأحيان يحلف منكر صحة العقد كما سيأتي مثاله. نعم لماذا يحلف مدعي صحة العقد؟ تقديما للظاهر من حال المكلف، يقدم الظاهر على ما يقدم على أصل عدمها، يعني في هذه المسألة تعارض الأصل والظاهر، لو تعارض الأصل والظاهر في بعض الأحيان يقدم الظاهر في بعض الأحيان يقدم الأصل هكذا، فهذا مسألة بينها الإمام السبكي رحمه الله في كتابه الأشباه والنظائر، هو بين بصورة استقصائية إن شاء الله.
ثم حلف مدعي صحة لعقد غالبا تقديما للظاهر على أصل عدمها. فإذا أحدهما يدعي الصحة والآخر يدعي عدم الصحة. فإذا صحة وعدم صحة، ما هو الأصل؟ عدم صحة، لكن عن هذا الأصل يقدم الظاهر من حال المكلف. ما هو الظاهر من حال المكلف؟ وهو اجتنابه للفاسد، تركه للفاسد. لماذا؟ مباشرة بعقد فاسد هو معصية. المكلف لا يرتكب هذه المعصية، بل هو يجتنب المعصية. نعم، هذا هو الظاهر يقدم. لماذا يقدم هذا؟ علته لما ترجح هنا الظاهر على الأصلي، لتشوف الشارعي إلى إملاء العقود. هذا رجلان تعاقدا، فإذا الشارع الله تعالى يتشوف، معناه يرغب كثيرا إلى إملاء العقود، ليس لي إفساد العقود بل إملاء العقود وإجازتها. وقد يصدق مدعي الفساد. نعم، هذا محترز قوله غالبا. مدعي الصحة يصدق بحلفه غالبا، فماذا هو في مقابل الغالب؟ هذا الذي يذكر مثالا. وقد يصدق مدعي الفساد، كان قال البائع لم أكن بالغا حين البيع. هو قال لم أكن بالغا حين البيع، فإذا كأنه يدعي الفساد، فساد البيع. لماذا؟ لأنه ما كان غالبا بالغا، بل كان صبيا، بيع الصبي ليس بجائز، فأنكر المشتري. مشتري يدعي أنه كان بالغا. هنا يعني هذا مدعي الفساد، يعني البائع يصدق. واحتمل ما قاله البائع، ينظر يعني في ظاهر الحال، احتمل ما قاله البائع لو كان هكذا صدق بيمينه، مع أنه يدعى الفساد، لأن الأصل عدم البلوغ. ثم وكأن اختلف، هذا مثال آخر، وكان اختلف هل وقع الصلح على الإنكار أو الاعتراف. يعني هكذا وقع اختلاف بين رجلين، فإذا المنكر أولا عند الصلح ممكن يعترف ثم يقع الصلح، أو يقع الصلح على باقيا على الإنكار. وهذا المنكر يبقى على الإنكار، ومع ذلك يجري هناك الصلح. الغالب والعادة هذا وقوع الصلح على الإنكار. فإذا يصدق مدعي الإنكار، الذي يدعي الإنكار وهو يدعي الفساد، وهو يدعي الفساد. كيف يدعي الفساد؟ من المدعى عليه، فيكون عقد الصلح باطلا، لأن شرط صحة الصلح أن يكون مع الإقرار. لو كان الصلح مع الإنكار فالصلح باطل فاسد. فإذن هما يختلف فيما في صحة الصلح وفساده، هذا هو الاختلاف في صحة الصلح وفساده. وهنا من يدعي الفساد يصدق بحلفه ويمينه. مدعي الفساد وقع صلح على الإنكار أو الإعتراف، فيصدق مدعي الإنكار لأنه الغالب. هنا الغالب وقوع صلح على الإنكار. ثم ومن واهب في مرضه شيئا فادعت ورثته غيبة عقله. وهذا أيضا من أفراد عمدة. نعم، محترزات قوله غالبا. نعم، هذا سورة ثالثة. من واهب في مرضه شيئا فادعت ورثته ماذا؟ غيبة عقله، يعني عند الهبة، حالة الهبة كان عقله غائبا، هكذا ورثته ادعى، لم يقبله، الورثة لا يقبل إلا إن علم له غيبة قبل الهبة وادعى استمرارها إليها، عندئذ يقبلون. فما معناه؟ يعني هم فسدوا
هم ادعوا فساد هذه الهبتي. فهؤلاء أنكروا معنى ورثت ادعت غيبة عقله، معناه لو كانت هذه الهبة واقية حالة غيب غيبة عقله فالهبة باطلة فاسدة، فالورثة ادعوا فساد الهبة وهم يصدقون عند ادعائهم استمرار الغيبة المعلومة قبل الهبة، يعني وهم ادعوا الفساد وصدقوا هذا. ثم ويصدقوا منكر اصل نحو البيع. ثم فاذا رجلان اختلفا، احدهما ينكر البيع والاخر يدعي البيع، فاذا منكر يصدق نعم. هذا ايضا من مفردات هذا القول، منكر يصدق. فروع، لو رد المشتري مبيعا معينا معيبا فانكر البائع انه المبيع فيصدق بيمينه. رجل يعني اشترى شيئا ثم جاء به، هذا المبيع كان معينا، ليس المبيع ما كان المبيع في الذمة بل كان معينا، ثم جاء به معيبا فيه عيب فأنكر البائع. إذا البائع قال هذا الذي لست بعته بل الذي بعت شيئا آخر، هذا ليس مبيعي، هكذا يدعى فيصدق، يعني البائع يصدق بيمينه. لماذا؟ لأن الأصل مضي العقد على السلامة، يعني هو يدعي صحة العقد وهذا مقدم. ولو أتى المشتري بما فيه فأرة، يعني جاء بمائع فيه فأرة وقال قبلته كذلك، ما مشتري يدعي أنه قبل هذا الماء يعني الزيت وغيره أو الفأرة فيه، فأنكر المقبض يعني البائع، إما يكون يعني مالكا أو وكيلا أو وليا هكذا، المقبض أنكر صدق بيمينه، يصدق بيمينه، من يصدق المقبض يصدق بيمينه، وهو أيضا يدعي صحة العقد. ولو أفرغه في ظرف المشتري، يعني البائع أفرغ المبيع في ظرف المشتري فظهرت فيه فأرة، يعني في ظرف المشتري كيس المشتري ظهرت فأرة يعني ميتة، فادعى كل أنها من عند الآخر. فإذا ادعى البائع أن هذه الفأرة كانت في إناء المشتري، والمشتري ادعى أنها كانت في يعني سقطت من إناء البائع، هكذا ادعى تخالفا، صدق البائع بيمينه إن أمكن صدقه. لماذا؟ لأنه مدعي للصحة في هذه الصور كلها، ولأن الأصل في كل حد تقديره بأقرب زمن. نعم، بأقرب زمن، فإذا وجود وعدم، ما هو يعني تقديره بأقرب زمن؟ وهذا يعني العدم. والأصل براءة البائع لهذه الأمور يصدق. ثم مسألة أخرى، وإن دفع لدائنه دينه فرده بعيب. دفع لدائن يعني مستدين، غريم هو دفع لدائنه دينه فرده، من رد؟ الدائن رد هذا الدين بعيب، فقال الدافع ليس هو الذي دفعته، يعني المستدين قال ليس هذا الذي دفعته بل آخر، صدق الدائن. لماذا؟ لأن الأصل بقاء الذمة، بقاء ذمته، ذمة المستدين، لأجل ذلك يصدق. ويصدق غاصب رد عينا وقال هي المغصوبة وكذا وديع، يصدق وديع. إذن يعني هناك اختلف بين وديع ومودع، فإذا يصدق الوديع، كذلك بين غاصب ومغصوب منه
فإذا الغاصب يصدق وهكذا.